دلوقتي معايا من على ريد كاربت مهرجان الجونه في دورته الخامسه الكابل محمد فراج بسنت شوقي منورنا. اهلا وسهلا، تسلمي. انا عايزه اسالك عن موضوع الفيسبا، انتوا لحقتوا تيجوا بالفيسبا؟ موضوع ايه؟ الفيسبا، انتوا جيتوا بالفيسبا؟ ايه نصي من نصي عجله لحقتوا تيجوا؟ بيسوق كويس؟ انا حاساك ساكت، ما فيش غلط. انا بسوق كويس بقى خلاص. طبعا منورنا. والحقيقه في مبروك على حاجات كتير قوي ما شاء الله، الله اكبر، مسلسلات واعمال كتير. مبروك على جواز متاخره شويه بس تل الف مبروك. طيب فراج، انا هبدا معاك واسالك عن مسلسلات كتير قوي ما شاء الله، يعني لو هنتكلم عن ضد الكسره وهنتكلم على لعبه نيوتن الاختيار حتى كان في مشهد. هل المسلسلات او التلفزيون خد فراج شويه من السينما؟ انا بشتغل ممثل، ف يعني لما بيجي لي البروجكت او الورق وات ايفر بقى، هو لفيلم او لمسلسل او لمسرحيه، فهي الفكره هي الفكره اللي بيخليني انجذب للموضوع هو الورق والدور. ساعات بتبقى بتتدخل شويه ظروف في الحته ديت، لكن انا بالنسبه لي فكره انه ايه اللي واخدني من ايه، ما بفكرش فيها كده قد ما بفكر في انه انا ايه اللي انا حاسس ان انا عايز اروح له اكتر. هتقدر تأدي فيه كمان احسن او حاسه كمان اكتر؟ حاسس ان انا عايز اروح له اكتر، انا بعيد عنه بقالي فتره. زي ما انت بتقولي انه التلفزيون خدني او ما اعرفش، يعني وات ايفر بقى على حسب الفتره اللي انا شغال فيها بعمل ايه. بس طيب بسنت، برضو هبارك لك عليه، لا هبارك لك على اللحمه غزال. ثانك يو. عايز اسالك عن الاعمال دي، بسنت شوقي احنا شفنا مفاجاه وشفنا كده موهبه اتفجرت كمان بشكل مفاجئ ما شاء الله. يعني لا بس فعلا شفنا، لا شفنا ظهور مفاجئ وشفنا ان انت اثبتتي نفسك كمان. الحمد لله، يا رب يبقى دايما يبقى عندي الاوبورتيونيتيز ان انا اجرب حاجات جديده والعب حاجات جديده واعمل حاجات الناس تبقى مش متوقعاها مني، فيا رب دايما. طيب فرجوا بسنت بقى، انتوا ككابل مهرجان الجونه بالنسبه لكم يعني البيت، احنا متعودين دايما نشوفكم في مهرجان الجونه، وحسب كده فيديو شفته ان مهرجان الجونه الاديشن اللي فاتت كانت اكتر اديشن سبيشال عندكم. اوكي. ده حقيقي، لانه السنه اللي فاتت او الاديشن اللي فاتت كانت هي كان سبيشال قوي بالنسبه لي، علشان دي كانت اول مره اظهر انا وبسنت بعد الخطوبه بشكل رسمي قدام كاميرات والناس، فكانت الاديشن دي بالنسبه لي ليها يعني كان سبيشال كيس شويه، علشان الميموري الحلوه ديت اللي بيني وبينها، ودلوقتي بناكدها بقى خلاص الحمد لله يعني. ودايما يا رب احنا يعني بنحس ان احنا هنا بنفرح بالصناعه وبتبان حلاوتها هنا في المهرجان للناس اللي ماسكه الموضوع واللي بتشتغل عليه وبتقدم الوجبه السينمائيه والفنيه الضخمه اللي بتبقى في المهرجان من اوله لاخره. وانا وبسنت يعني حابين الفايبس دي قوي قوي قوي، وبنحس ان احنا بننتمي ليها جدا، واحنا كمان الحقيقه بنحبك انت وبسنت جدا، ودايما منورين ريد كاربت مهرجان الجونه، واتمنى انتوا تبسطوا ان شاء الله. تسلمي لي. ثانك يو، ميرسي ليك ونورتونا.